البلدية. ونتمنى الجزائر الخير ان شاء الله، ونتمنى المواطنين يؤدوا تاهم الواجب تاعهم، هذا في غرضنا لتنميه الجزائر. مبارك اديت واجبي كمواطن تجاه الوطن، ونتمنى حظ اوفر لكل المترشحين ان شاء الله يستقبل البلاد ويحب تحيه الجزائر. 20 ستنطلق مسيره المكاتب المتنقله عبر أربعة مكاتب للولاية. الهيئة الناخبة 1176 التي ستقوم بالتصويت في هذا اليوم المبارك، عدد التأطير بالنسبة إلينا هو 28 مؤطر سيشرف عامة على هذه المكاتب. التحضيرات كلها جارية، عدد السيارات المسخرة ربما يقارب 60 أو 65 سيارة. هذا اليوم سيخصص للمكاتب المتنقلة، يوم 7 سبتمبر بحول الله سيكون للمكاتب الثابتة. التحضيرات كلها على أتم الاستعداد، جارية في أحسن الظروف، وسيكون يوم مشهود بحول الله تعالى.